يوم رائع الجمهورية. أهلا بكم معنا في سيوة. سيوة من أجمل الأماكن اللي موجودة في مصر. كل ما بروح هناك بستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والهواء النظيف والأكل الجميل والناس البسيطة اللي معروفين بكرمهم وطيبتهم. ابتدينا رحلتنا من القاهرة حوالي 800 كيلو 12 ساعة سواقة بالموتوسيكل. طبعا المشوار كان طويل وشاق بس المتعة دايما في الرحلة.